أخ متزوج ولقد أنجب أطفالا ثم إنه توفي إلى رحمة الله، هل لي الزواج من زوجته لأني أريد أن أقوم برعاية أطفاله بعد؟ جزاكم الله خيرا. فيمكن هذا أن تتزوج زوجة أخيه بقصد أن تربي أولاده وتقوم عليهم من أجل أن يزول الحرج من الخلوة بأمهم أو أنواع التحرجات الأخرى، فهذا عمل طيب لكن لا بد من مراعاة أن تخرج من عدة الوفاة في 4 أشهر وعشرة أيام ويكون الزواج بعد ذلك، وأيضا مراعاة لا تكون هذه المرأة محرمة عليك إما بنسب أو برضاع أو بإصحار أو غير ذلك، عليك أن تدقق في هذا الأمر أن لا يكون بينك وبينها تحريم بنسب أو برضاع أو بإصحار أو غير ذلك من أنواع التحريم. جزاكم الله خيرا.